ننظم الائتلاف المدني لمجالس دور الشباب وجمعية الشباب لأجل الشباب بشراكة مع برنامج دعم الالتزام المدني للشباب الذي تنجزه مؤسسة الشرق الأدنى وبتمويل مشترك للاتحاد الأوروبي المنتدى الجهوي الأول لمجالس دور الشباب. منتدى الجهوي الأول لمجالس دور الشباب هو حلقة للنقاش من أجل الارتقاء بالفعل التربوي والثقافي من أجل الارتقاء بدار شباب نمط الأدوار ونمط الحكامة. يسعد الائتلاف المغربي لمجالس دور شباب وجمعية شباب لأجل الشباب في إطار مشروع الالتزام المدني بتمويل من مؤسسة الشرق الأدنى أن تطلق هذه السلسلة من النقاشات من أجل الارتقاء بنموذج جديد لدور الشباب. نريد دار شباب فاعلة، دار شباب دامجة لقضايا الشباب، دار شباب تشتغل وفق احتياجات الشباب من أجل نموذج جديد. وبطبيعة الحال نشكر كل فعاليات الجمعوية المشكلة للائتلاف المغربي لمجالس دور شباب على هاد الحلقة للنقاش والتفكير وتعميق السؤال التربوي والثقافي ضمن المنتدى الأول لمجالس دور شباب. المشروع هذا الهدف منه هو تعزيز وخلق الحوار ما بين السياسات العمومية الشباب اللي كيهدف جوج ديال الأهداف استراتيجية. الهدف الأول هو تقوية القدرات ديال الأطر ديال الشبيبة والرياضة بالمملكة المغربية، وثاني هدف اللي هو تقوية القدرات ديال الشباب وديال الجمعيات اللي كتشتغل بكل من الإقليم سيدي بنور وإقليم جديدة. دونك الهدف العام هو تكوين 61 إطار ديال الشبيبة والرياضة في المرحلة الأولى، ومن بعد عندنا تكوين ديال أزيد من 1240 شاب وشابة نشطاء بالعمل الجمعوي وغير نشطاء بالعمل الجمعوي. التواجد ديالنا اليوم في الافتتاح او في لينوغوراسيون ديال الفورم ريجيونال ديال مجالس الشباب، دونك هو كيجي في الرؤيه الاستراتيجيه ديال المشروع اللي هو اننا نخلقوا مجالس دور الشباب اللي غادي تعاون ان شاء الله في الحكامه وفي التسيير ديال دور الشباب، واللي غادي تخلينا باش اننا نوصلوا الصوت ديال الشباب ويعاود يرجع ما يبقاش عزوف في دور الشباب. مجالس دور الشباب كتحس بواحد التغييب، واحد التهميش في الاستراتيجيه الوطنيه لمجالس دور الشباب او لمؤسسه دور الشباب، وكذلك في الخصاص او النقص اللي كيكون احيانا في مؤسسه دور الشباب بحكم ان المؤسسه خاصها مجموعه من الحاجيات اللوجستيكيه والبشريه. اليوم نحن نترافع من خلال هذه الندوات واللقاءات الجهويه، المحطه الضربيه هي غير المحطه الاولى ويكون جميع الجهات نترافع من اجل تقويه قدرات الفاعلات والفاعلين الجمعويين على مستوى المجالس، نترافع كذلك على مستوى تقويه قدرات الفاعلات والفاعلين الجمعويين على مستوى التدبير والحكمه والاداره والتسيير والاداره الرشيده، وكذلك لنقول للمجتمع المدني وخاصه الشباب منهم ان دار الشباب هي مؤسسه عموميه مفتوحه في وجه العموم، بمعنى اننا اليوم نحاول ان نعيد الاعتبار لهذه المؤسسه التي تتزاحم معها مؤسسات اخرى. وفي الواقع ان المؤسسه الوحيده اللي هي الشبيبه اللي تبع قطاع حيوي اصبحت اليوم تنقصها مجموعه من المضامين. المضامين اللي كنتكلموا عليها هي المضامين الثقافيه التربويه المنهجيه. اكيد احنا اليوم كناديو من اجل وضع خارطه طريق حقيقيه لكل من شأنه ان يخضع دار الشباب في سكتها الصحيحه.